حليم عايزة. اهلا رائد. اهلا. اهلا سامي حبيبي. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. الحمد لله على السلامه. شكرا منى. نعم رئيس. ولا انت لازم تكون مثل الهوى، مطرح ما بكون لازم تكون. بأمرك رئيس. مالك. نعم نعم. قلت لك اطلع شي؟ لا. خليل بعد ما اجا؟ لا، بس تلفن وقال هلا جاي. الحقني بالقهوة على البسين. حاضر. تيتي تيتي، مثل ما رحت جيتي. شو القصة يا خليل؟ شفته؟ نعم. يعني شافك؟ طبعا. عظيم. شو قلت له؟ مثل ما قلت لي، قلت له. شو قال لك يا ابو الخل؟ قال لي وما رد علي. بهالبساطة بترجع وبتقلي ما رد عليك؟ بدي اياه هون بأي طريقة، مفهوم؟ مفهوم. تفضل يا استاذ شادي. اهلا بالشباب. اهلا. الميريلاند معروف بنظافته. غمض عينيك وكل. اكيد رائد بكون مشتاق للاكل الطيب. اكيد. والله بتعرف انا جاي عبالي اكل سمك. والحسك شو بنعمل فيه؟ طيب انت ما بتاكل سمك، شو بتحب جيب لك غير السمك؟ البابا بحب البفتيك والبطاطا والسلطة. طيب البابا بياكل بفتيك، بس انت شو بدك؟ سمك. سمك ايه؟ شادي اكيد بيحب التبولة. على فكرة الليلة عم غني غنيتي الجديدة وانا عازمك. وانا؟ انت حبيبي لازم تنام بكير مشان تروح على المدرسة، ولا نسينا؟ بكرة عطلة. بكرة الخميس، مع العلم انه المدارس بتعطل. مزبوط، بس انا بكرة معطلة على حسابي. Thank you.
الرباط مش عم ينفك. شو المطلوب مني؟ مطلوب انك تساعدنا. النسر ما بيطير بجوانح غيره يا صاحبي. محل ما بيعرفه ما بيعرف وين بيوصل. هربان مني، متضايق مني. اذا متضايق مني انا بشتغل وبصرف على حالي، بس خليك معي وخليني معك لكن تكرهني. بابا.
نعم. الست حنان هي اللي ضربتني بسيارتها. تحرمني من شوفة ابني. برا رائد، ما تضربها، ما كانت قصدي، صارت القضية بالغلط. شادي، قلت لك انطرني برا. حنان، إذا بتريدي احملي خيالك والأيام الماضية وارجعي مطرح ما كنتي. خيالي باقي يا رائد، موجود بعيون شادي اللي أنا أمه. اللي تركت ابنة 8 سنين ما بحق لها تكون ام. شادي كان موجود بعيوني كل هالوقت، عيون اللي عم يعترفوا بغلطة الايام الماضية. غربة 8 سنين هجرتك من عيونه، هجرتك من طفولته. قساوتك ما بتقدر تفصل ام عن ابنها ولا بتحرق الايام الماضية. حنان، ترك الماضي مدفون بتراب الماضي. قلت لك انت بنظره ميتي. شادي تعود يكون بدون ام، اذا عرف الحقيقه بنخسره. انا موافقه، قبلاني ضلني ميتي بنظره، بس خليني اشوفه. ما بيصير، مش رح تقدري تخبي عواطفك. رائد، انا بوعدك اني مش رح اقله، مش رح خليه يعرف الحقيقة. رائد، خليني اشوفه. شو بك بتضلك شاردي؟ ابدا. مش معقول تكفي هيك. ما في شيء، اعتبر القصه انتهت. ما شايفها انتهت ابدا. سامي، مشكله اني بحبه، مستعد اضحي بكل شيء مشانه. وهو يا منى؟ بعتقد عنده نفس الشعور، بس عم بيخنق عواطفه كرمال ابنه. شادي كل شيء بالنسبه لإله. منى، ما بدي العب دور استاذ المدرسه واعطيك نصايح، بس لازم تلاقي حل. والوضوح ضروري بالعلاقات بين الناس. الو، لحظه.
سيدنا السيد عماد على الخط. روح التليفون لهون. والبضاعة وين؟ أي ساعة وصلت الباخرة؟ كيف؟ وشو حاططكن تعملوا هونيك؟ لازم كل شغلة اشتغلها بإيدي؟ ادفع التأمين وطلع البضاعة لازم تسلمها بكرة. ولادي وبيتدخلوا مع الكبار. روح من أولى. أنت الوحيد اللي بتفهميني. ما تتأخر. شادي اللي حكيت لك عنه وفي بعده واجا لعنا. يا اهلا وسهلا. شكرا مدام. تليفون اليك. عن اذنك شوي. بالمدرسه وبطلع الاول. لازم بس تكبر تعمل مهندس كبير مثلي انا. ليش حضرتك مهندس كبير؟ هيك بقولوا. بس مش اكبر من البابا. ليش البابا مهندس؟ أنا مهندس بس كبير أطول منك. تأخرت عليكم شي؟ لا أبدا، بس مضطر غير لأنه عندي مجلس إدارة. أوكي. ما قلت لي أنت بأي صف؟ بالخامس ابتدائي. عظيم. وشاطر بالمدرسة؟ كتير. بتعرفي بيتكم حلو كتير. ميرسي. عجبك؟ بجنن. مقدم ست حنان ما عندي كولاد. شادي شو بتحب تاكل؟ بس انا مش جوعان كتير. اكلت اليوم؟ طيب شو رأيك بساندويش؟ إذا ساندويش ما في مانع. لحظة.
انام. اضحكي اضحكي وخلي عيونك تضوي بقلبي. خلي الدنيا تصير كمشي نحملها زويدي ونسافر. نسافر عشي حلم بعيد. رائد منسافر عشي شط بعيد. عجيني ما فيها حدا وما فيها شيء الا نحن. انت كل شيء الي. بلاكي دنيا تبدي بس وبيصير ربيعي بلا زهر. رائد خبيني بصدرك وخليني ادفى. برداني مثل عصافير الشتي. شو حلو عصافير الشتي اذا انت منهم؟ حلوين طيور الحب. العصفور والعصفورة بدهم بيت صغير وطفل يغني على شباك البيت ويعذب امه ويخانق بيه. حنان منعمر بيت. بائت اوقات سعادة بتكون اكبر من انه نقدر نصدقها. الفرح بتخبيه بوجهك وبصير الربيع ابتسامتك وزعلك الشتي. قد نقط الشتي بحبك. وبتنسيني بالصيف. بصيف بعيونك. يا ريت الدنيا بتضل صيف تضلي بعيوني. برافو شادي. عندي لعندي. اكيد شادي غلب حنان باللعب. شو كيف مهندس المستقبل؟ كثير مبسوط لاني عرفتكم. على فكره بعد يومين عندي حفله وبدي اياك تجي لعندي. اكيد اذا سمح لي البابا. ولا يهمك انا بحكي مع البابا. شو شو جبت لك؟ هيدي إلي؟ طبعا إلك. بس أنا موصاني البابا إنه ما ياخد شي من حدا. ومين كسر لك البسكليت؟ الست حنان بس بالغلط. وهيك بتصلح الغلط، شو رأيك؟ إذا كان هيك ماشي الحال. صار لازم أمشي، بيكون رائد ناطرني. جميل؟ نعم. خذ البسكليت على السيارة. حاضر. شادي كثير انبسطت انك جيت لعندي اليوم. وانا كمان. ما بتجي الا بدعوة اجبارية. سامع عن حيط التبن يلي بتلطش وبتخبي راسها؟ انت مثلها. لاجل هيك ما بحب شوفك. ولو صداقة وعشرة قديمة وبلحظة بتقطعنا من نص الدرب. خاين. احكي بلا لف ودوران. على العموم هيدي مبادرة طيبة.
شوف يا سيد رائد، تقسيم نعمة من أنام لك، بتفرح وبتنطري بجيبك ونحن بنغنى. شو بتقول؟ شكرا، واختصر كلامك لأني مشغول. صندوق بينفتح بأنامي الخفيفة، أرقام سرية والباقي أنت أدرى فيه. شو المطلوب مني؟ إنك تستخدم عقلك وإيديك يلي ما بيتقدروا بتمن. بخاطرك. ما كمل كلامي بعد. وأنا مش مستعد أسمع أكتر. بس العملية فيها مليونين ليرة. فتش عن غيري. إلك من وراها نص مليون. متأسف. العملية مضمونة 100%. قلت لا. بخاف إنك تندم. يا ناعم. شو قصدك؟ ابنك. إذا بتمس شعره. هيدي مشان ما تنسى. معك مهلة يومين. اتركوه. تاكسي استاذ. خدمة ليل نهار، بعرف كل الطرقات وما في شي بيخفى علي. شو عم تعمل هون؟ محسوبك اكرم. يا اخي شفت الفرد محطوط بظهرك، بدي رد الجميل واعملها وحده بوحده، ما زبطت. كنت مستعد تخاطر بنفسك؟ ماشي الحال. يا اخي بتهرب من المشكله بيلحق، تهجم عليه بيهرب منك، بصير هيك. وهلا رح تضل واقف هون؟ نحن بامر الطيبين. لكن يلا عمادي. يلا حبيب قلبي قول الله. حنان اسمعيني شوي. في زوم تكفي، صرت حافظة الأسطواني عن غايب. حبيبتي حنان تعبان ولازم ارتاح. طبعا تعبان. واكيد ما فيك تسهر الليلي. ايه اكيد ما فيي اسهر الليلي. ما عاد فيي اتحمل اكثر. سنين عمري عم بتضيع بهوسك وخزينة بساطينك. وانا ما عاد قادر اتحمل عصبيتك اكثر من هيك. مش مصدق تفن حياتي بهالكوخ. قبل الزواج كنت قابله تعيشي معي على الحصيره. قبل الزواج ما كنت عارفه انك انسان فاشل. لا انا مرتاح. مرتاح. لقيك شربان، وعدتني انك ما بقى تشرب. وانت ما بتسامح صاحبك رائد على هالغلطه؟ بسامحه بس اذا وعدني ما بعيده. بوعدك. اذن هلا خد حبة الدواء المنشط، يلا عالنوم.
شادي، انت مش رح تنام هون الليلة. شادي، انت صرت رجال، صار لازم تفهم. انا مسافر وما بعرف ايمتى برجع. وانا انت بتبقى عند الست حنان لغاية ما اكون رجعت. الدوريات بتجي لهونيك. من السرية إلى جميع الدوريات، توجهوا إلى شارع المصارف فورا. بعد 14 ثانية. ليش راكض ومستعجل؟ كأني بسيارة السبق. حبيب قلبي ما عم شوف الشجر. أكرم رح تقوم بالسلامة، مهمة تحكي. لا المرة في دم. شوفي أرجوك ما تحكي، عم تنزف كثير. قعدت محرزة
اثرت بنفسك وحملتني معك. ما عاد في امل يا رائد، ما عاد في امل، في امل. خمسة دقايق وبنكون عند الحكيم، المهم ما تحكي. شو بده يعمل الحكيم؟ بخاف يسرع ويشفيني مثل سرعتي بالسيارة ويعمل حادث وروح أنا ضحيته. ما تكون متشائم، ما تكون متشائم أرجوك. طيب بدي أحكي لكم نكتة حلوة، بس وعدوني أنه كلكم رح تضحكوا. كان عندي شاب صاحبي مثلي مجنون سبق سيارات، مجنون كتير. بيوم رحت أحضره فجأة لقيته سابق الكل مثل المجنون، فات بعمود كهرباء، احترقت السيارة. أنا قلت إنه مات، نزل ما يشبه شي من السيارة وصار يرقص مثل المجنون، مثل المجنون من الفرح. فجأة مرق كميون وشيله. أكرم وين؟ أكرم مات، وأنت كمان. ثلاثة مسلحين باقتحام البنك وسرقة مبلغ 1,000,000 ليرة عدا الأوراق والسندات المهمة، والبوليس ناشط للقبض عليهم. رائد، أكرم لازم له طبيب وبسرعة. مش ضروري، شادي بالأول. بعد بقول السبق مش هيك؟ والدم، والدم اللي عم ينزف. الباقيين بكفوا، ما تخافي. طريني رائد. بالنهاية حققت حلمك وخليت الشيطان يلعب فيي. لا لا، أصلاً أنت موهوب وموضوع قابل. كان بودي شوف الفرد مصوب على راسك أو على راس ابنك لشوف شو بتقدر تعمل.
رجعنا للأخلاق ودروس العاطفة. يا رائد، هيدي شغلة ما بتخلص. المهم إنك جبت المصاري والوراق، وما تنسى إنه الوراق أهم من المصاري. طمن بالك، كل شي معي بالشنطة، بس بالأول شادي. عظيم جدا، بس للأسف شادي مش هون، راح مع المعلم الكبير. المعلم الكبير؟ لوين؟ تأخروا. هيدا عصابة وبيظهر فيه براسهم لعبة جديدة. لعبة جديدة؟ يعني شادي بخطر؟ اسم انزل، انت مجروح ومنك مضطر تخاطر بحياتك. حياتي كلها مخاطر. يمكن صار لازم اوفي الدين. الحقيقة ما كنت حابب قلك، بتعرف هيدي أسرار المهنة، بس حتى ما تقول إني كذاب، قبل ما تموت رح ريحك وريح لك ضميرك. بتعرف إني بخاف على سمتي. شادي راح مع المعلم الكبير على الحدود بالممر الأخير. بتحب توصيله شي؟ بحب توصلني لعنده. لا تنسى أنه الشنطة بعدها بإيدي. مسكين حامل جتة رجال وراس عصفور، لازم تعرف أنه الهوى بده فيزا حتى يوصل للممر الأخير. ثم الشنطة كانت معك، هلأ الشنطة صارت معي وما عاد فيك تعمل شيء. ألو، سرية الطوارئ؟ سمير، مثل ما فهمتك ما بدي يوصل، فاهم؟ خليل، مشي معي. ليش وقفت؟ سرية 10 ملايين، هي عم يبتزوا من حدا وعم يلعبوا على الدولة.
رائد، في دخان طالع من سيارة ورا. هيدا كل اللي بعرفه، وحياة ابنه بخطر ولازم تلاقوه. نحن بنشكرك على هالمعلومات اللي ممكن تساعدنا فيها. واجبنا. زياد، بلغ الطوارئ تكون جاهزة، وأنا رح كون بالقاعدة الجوية بسرعة. 106، انطلقنا بالمهمة، بدل. وصلنا. شو رح تعمل؟ شادي جوا. بس العصابة ممكن. مش مهم. رائد، انتبه على حالك. إذا صار لي شيء، شادي ابنك، حاولي تهتمي فيه أكثر ما كنت تهتمي فيه. أكرم رح يروح معك لأنه بحاجة لحكيم. لا، أكرم مش رح يروح معها. حدا بيموت قبل وقته. أكرم باقي محل ما لازم يكون. بس أنت رصاصة؟ رصاصة يا ابن البلد، شغلة صغيرة كتير بهالبلد، ممكن تصيبنا بأي لحظة. بس مش بكل لحظة فيك تلاقي صديق. أنت عم تنزف، مش رح تقدر تساعدني. بالعكس، ممكن تكون حملة تقيل عليك. أنا ناطرك أكرم. رائد، ما في لزوم تحكي، يمكن ما نقدر نتلاقى مرة تانية، بس تذكري اني حبيتك. رائد، يمكن الزمن ضدنا والريح القاسية عم تلعب فينا. يمكن نحن ضايعين، ما عنا مينا. رائد حنان، دير بالك على حالك. Thank you.
شادي، شادي حبيبي، شادي. حنان خلي شادي معك، رجع شوف أكرم. وجيه انت؟ انا مش معكم، جاي اخلص حالي. يعني انت من العصابة؟ لا، استأجرتها يا حنان. الاوراق ضدي وما كان عندي غير هالحل. والناس اللي ماتت؟ انا ما طلبت يقتلوا حدا، كان همي قتلوا في الاوراق وبس. انت اللي خطفت شادي، ما كان لازم انغش بمظهرك نضيف. أنا ما خطفت حدا. إذا كنت صادق سلم الأوراق. لا، ما بدي ضيع كل شيء. أمن البلد أهم من كل شيء. ما في يا رائد، مش قادر، الحبس ناطرني. نيناتنا سرقنا يا وجيه، أنت منشان تخلص راسك وأنا منشان خلص شادي. جريمة حاصلة بالحالتين، بس بيضل في ناس تسمع وتسامح. الوطن أكبر من أخطائنا يا وجيه. مش عم بسمع ومش حابب اسمع، عم تفهم؟ جبان، لا تصدق، كنت صادق، كنت مجبور. ما حدا يتحرك، اي حركة صاحبها بموت. حليم، ولا كلمة. هالعملية كانت الممر الاخير بالنسبة لكل واحد منا، وانا الوحيد يلي لازم يمرق. مش رح تقدر، الممر مسكر. ما حدا بيقدر يمنعني. هاتوا الشنطة. الشنطة. أكرم